طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. نعد الناخب العراقي أن نبني دولة مؤسسات في الفترة القادمة. خدمات. نعطي المواطن كهرباء، ماء صالح الشرب. هذا مي المطور، مي نظيف، مي العراقي. مدارس. ونعد كل مواطن من حقه عمره 18 سنة فما فوق، كل مواطن له قطعة أرض وله راتب من الدولة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اليوم نريد نتحدث حول موضوع تصاعد وتيرة التصريحات والصراع بين شركاء العملية السياسية، خاصة في الحصول على المناصب الحكومية الحساسة وتقاسمها فيما بينهم، في دلالة واضحة على استمرار نهج المحاصصة الذي كان وما زال سمة في العملية السياسية منذ العام 2003 ولغاية الآن. طبعا نطرح بعض الأسئلة: من هي الدولة العميقة ومن يقف وراءها؟ أين أصبح ما يسمى بمجلس مكافحة الفساد الذي عول عليه عادل عبد المهدي الكثير؟ لماذا تتهم الكتل السياسية بعضها البعض وهي نفسها من تريد استمرار نظام المحاصصة؟ ما الذي جناه العراقيون من المحاصصة المستمرة منذ عام 2003 ولغاية الآن، سوى أن الكتل السياسية هي من استفادت من هذا النظام؟ ألم تتسبب المحاصصة في خسارة البلد مليارات الدولارات بينما أصبح الساسة من الأثرياء؟ كل هذه الأسئلة وأكثر في حلقة هذا اليوم. طبعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر عادل عبد المهدي مما سماه بناء جديدا للدولة العميقة في البلاد كما قال. وقال مقتدى الصدر بأن الانحراف عن الاستقلالية هو بمثابة بناء جديد للدولة العميقة في العراق، ودعا رئيس الحكومة إلى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الأمنية وعدم التردد في معاقبة من يعمل على إضعاف الأجهزة الأمنية ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية على حد تعبيره. معنا اتصال أبو علي من بغداد. أبو علي، السلام عليكم، شلونك؟ عليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز. الله يسلمك. إيش حصل المواطن العراقي من نظام المحاصصة، واليوم إحنا نشوف الكتل السياسية يعني خاصة بالفترة الأخيرة، وهي كل فترة ما شاء الله اعتادت على موضوع أنه تتهم جهة معينة أو تتهم الحكومة بالمحاصصة وبموضوع الفساد، وتجد هذه الكتلة أو تلك يعني ليست بريئة من موضوع المحاصصة وليست بريئة من موضوع الفساد، بل قد تجدها هي متصدرة لهذا الموضوع، وفي نفس الوقت هي الطالب بمناصب حكومية حساسة في الدولة. كيف ترى هذا الموضوع؟ أول شيء احنا خلي نتجه إلى موضوع نقول إنه التيار الصدري طالب بالإصلاح. نعم. تمام؟ احنا نجي نشوف التيار الصدري كذا سنة وزارات الخدمية بالأخص بيد التيار الصدري. يعني احنا اليوم من هم التيار الصدري احكي على المالكي هو كانت بيده الدفاع والداخلية بيد الكتلة مالته. نعم. بس تجي انت على الخدمات وعلى أمور الخدمية هي بيد التيار الصدري. زين انت أبو التيار الصدري تحكي بالمحاصصة وانت بيدك الوزارات الخدمية وانت كذا مقعد إليك في البرلمان وانت أكثر كتلة لها مقاعد بالبرلمان، تجي تحكي على الإصلاح وأنت غير مصلح، نعوف التيار الصدري. نيجي على جماعة الحكمة وهسه عمار الحكيم من صار عند تيار الحكمة المجلس الأعلى، كم وزارة استلم، كم مرة
وكم مرة صعد بالبرلمان وصارت عدة أعضاء بالبرلمان ما صلح شيء. هسه يلا أنت جيت تصير مصلح، تصير تريد تحكي باسم الشعب، مو كافي، تعبنا من هذه الألاعي. أني خريج هندسة اتصالات جامعة بغداد، تمام؟ أني التجأت آخر شيء اشتغلت بعدة شغل، بالأخير التجأت اشتغلت، يمكن البارحة أنا حكيت لكم موضوع الحشد من السجنت وهاي، ما لقيت ملجأ لي. أنا بشهادتي ما لقيت ملجأ لي، انجبرت وجبروني إنه أروح أشتغل ويا هذه حشاك الناس السذج، تمام؟ نعم. فإحنا اليوم نجي هم يريدون يبزعون، مثل ما نقول يبزعون الشباب. أنت اليوم إحنا كشباب ما نقدر نخترق هاي حكومة المحاصصة. اليوم أنا عندي شهادة، إذا ما أكون تابع التيار أو إذا ما أكون تابع الحزب ما راح أقدر أتعين، بالمقابل راح يصير عندنا ملل. اليوم من يجي يقول لك تعال اليوم أنه أنت تقاتل وأنطيك كذا مبلغ، الشاب العراقي هم يمل، يقول لك أنا راح يطوني فلوس. طبعا هاي يضحكون على الناس ضعفاء النفس، يقول لك تعال خلي أخذك تقاتل وذني الأمور. فهذا هو مستفاد من هذا الموضوع، يشغل ابن عمه وابن خاله، وبالتالي يبقى الشاب العراقي الكفوء اللي يشتغل ما له مكان بهذه الدولة. عرفت شلون عزيزي؟ فهي هاي بقت حكومة المحاصصة. اليوم هذا سني وهذا شيعي وهذا سني وهذا شيعي. شوف الشعب مل من هذا الموضوع. يعني اليوم السني والشيعي هو مشترك، السني والشيعي السياسي هو مشترك بهذه الجريمة. اليوم تجي المرجعية تقول لك حاربوا الفساد حاربوا الفساد حاربوا الفساد، زين انت المرجعية ما تقدرين تقولين بدال ما احنا نطلع مسيرات مليونية، مسيرات مليونية للزيارة، انت المرجعية دولة نفسهم خلي يروحون للدولة يغيرون يسوون صورة حل. انت انطي فتوى، انت مو شاطر تطي فتوى بامور يعني الكل يعرفها، امور غلط وامور بزعت بزعنا من عندها كل يوم، كل يوم شغلة جديدة، كل يوم شغلة جديدة. وعايفين الطبقة الخريجة الشبابية تبوق وتشرب مخدرات وتنتحر بسبب المرجعية. انا اقول بالاخص المرجعية، لان المرجعية من مرجعيات الطرفين، مرجعيات بالعراق يعني أقصد مرجعيات الطرفين، هم إلهم إيد بهذه المحاصصة وإلهم نسب بهذه المحاصصة. يعني من باب أنه أنت تقصد أنه هي اللي تفوض الشخص الفلاني بتولي رئاسة الحكومة؟ نعم نعم, نعم. عزيزي مو بس هيك موضوع، إحنا اليوم كل إحنا نعرف مهدي الصميدعي، أكيد تعرفوه صح ولا لا؟ مهدي الصميدعي صوره ويا قاسم سليماني، وصوره ويا أبو مهدي المهندس، صوره يعني حتى هذا الشخص يعني قلت لك مو بس الشيعي، السني هم همينا مسيس، يعني الرجل الدين السني ورجل الدين الشيعي مسيسين الى ايران. فاحنا شلون تريد نتطور؟ ايران عندها ثار ويانا عزيزي، ايران اليوم عندها ثار، فشلون يخليك انت تثبت؟ فلازم يسوي لك محاصصه ويسوي قتال بين اطراف الشعب على مود نبقى احنا جهل 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 جهل، وعي ماكو. نعم. اليوم احنا نطلع مظاهرات نحكي انه نريد اصلاحات، نريد اصلاحات، ثاني يوم يسوون لنا شغله انفجار، يسوون لنا شغله فد موضوع ينسونه هذا اللي راح كله في سبيل احنا نغض النظر على هاي الامور اللي قاعد يسووها. نعم. فالعراق يراد له نظام جمهوري وليس نظام برلماني، لان النظام البرلماني فاشل 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 حكم العراق، لان الناس كلها تريد، واكثر من مره نعرف الله عليه حنان فتلاوي تقول احنا هي كيف نعم بس بدون سب وغلط أرجوك. نعم نعم تقول إحنا يعني كيكة وتقاسمناها، عرفت علي شلون؟ شلون تريد إحنا يصير يعني بلد يصير ويتحضر من هيك نماذج سياسية؟ نعم أنا أشكرك أخي أبو علي من الله بغداد. الله. كان معنا اتصال أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك أبو زينب؟ والله تعقيبا على ما قال الأخ قبل شوية أبو نعم. علي نعم، أولا إحنا يعني هذا الموضوع أو كل المواضيع يعني مليئنا من كثرة الحديث بيها. نعم مليئنا من كثرة الحديث بيها. أنا أتمنى بس شيء واحد، أن دول السياسيين أو المحسوبين جزافا على السياسة أن يطبقون قول المرجعية بأن المجرب لا يجرب، كافي جربناهم 16 سنة كل شيء إيجابي ما حققوا للعراق. نعم. ولا للعراقيين بمختلف صنوفه بمختلف قومياته وأديانه ومذابه. احنا نريد انه هذا ان هم يخجلون من انفسهم ويحملون حقائب السفر ويغادرون. مللونا، لان احنا شنو قابل حق التجارب
يعني هسه الطفل اللي انولد صار عمره 16 سنة. نعم. مو اللي نعم. كان شاب صار الآن كهل، والكهل صار شايب. يعني إلى متى احنا نظل حقل تجارب لدول الجوار؟ هذا مشلي بإيران، وهذا مشلي بتركيا، وهذا مشلي بالسعودية، وذاك مشلي بدوين. أبو زينب. خلي الخطاب يكون خطاب حسب ما يدعون. نعم، أبو زينب. لأنه من أجل مصلحة الشعب العراقي. أبو زينب. وين أنت قلت الشعب موضوع العراقي. قلت موضوع المجرب لا يجرب، تسمعني؟ أبو زينب. أبو زينب. أسمع لك يوم من الأيام. أبو زينب. أبو زينب. نعم. أنت تفضلت وقلت إنه المجرب لا يجرب. من اللي عندنا احنا مثلا من الوجوه الجديده؟ يعني احنا اذا تحدثنا على عادل عبد المهدي رئيس الحكومه، ما شاء الله قبلها كان وزير للنفط وكان نائب لرئيس الجمهوريه واستلم فتره وزاره اخرى ووزير الماليه، يعني مجرب الرجل، تم ترشيحه لرئاسه الوزراء وبمباركه المرجعيه. نعم، هذول فقط تباقي المواقع، هذه مو سياسة، انتخاب ديمقراطي. نعم. هم بيناتهم يعني ماكو سياسي يقول جئنا لنبقى مثل ما قال ابراهيم الجعفري. لا عاد انت شنو فرقك عن صدام؟ هم كان ديكتاتور يبقى هذا انتخاب لمدى الحياه، هو ما حد منتخبه مثلا او غيره من الدول. هاي ديكتاتور يسموه ديكتاتوريه ديمقراطيه. زين هاي الانتخابات الاخيره اقل من 18%، هذه غير مقبوله دوليا. نعم. الحد الادنى بالانتخابات 30%. وين 30%؟ الناس ملوا، عمل ماكو، خيارات ماكو. هسه يقول لك ميزانيه 2020 اللي قدام مقرريها 100 او 120 مليار دولار، واللي قدام حطوا لك فتشغله عصرة والله، والعجز 70%، 4 تريليونات دولار، 4,000 مليار دولار من 2003 إلى الآن. وين هن؟ يوم فلشين العراق مدنه وقرى وأقضيته ونواحيته ومحافظاته للأرض وباني جديد، الله وكيله كله صار طوكيو من زقاء إلى الفاو. وين هاي الفلوس؟ كهرباء ما قدروا يوفرون للشعب خلال 16 سنة، عيب عليهم. شوف هاي الخلطة اللي صارت من 20 او 19/3 2003 الى 9/4/2003. نعم. السواد الاعظم العرب ما حصلوا اي شيء، ترى كله لاجل عيون الاكراد، حصلوا لهم اقليم وقعدوا وسكتوا وجيبوا قول نفط يبيعون اسرائيل وعلى عينك يا تاجر. نعم. لكن اليوم يجون يطالبون شنو مانع الحكومة؟ ماشي ابو زينب، شنو اللي يمنع شنو اللي منع الحكومات المتعاقبه من اعمار المحافظات؟ شنو اللي منعها؟ فلوس ما عندها؟ فلوس موجوده، مسيطرين على 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 المحافظات، مسيطرين على المحافظات. شنو اللي منعها غير الفساد والسرقه؟ شنو كلهم حراميه، كلهم حراميه باسم الاستثمار. نعم. دمروا البلد بالاستثمار. احنا الاستثمار هي مو عطور ومواد تجميل. نعم. أنا أشكرك أبو زينب من النجف كان معنا. طبعا في إطار اتهامات الحكومة بالعجز والفشل، تحدث النائب السابق أحمد المساري بأن حكومة عبد المهدي عاجزة تماما عن إيقاف تحكم من وصفها بالدولة العميقة في مقدرات العراق. أضاف المساري بأن الدولة العميقة أو الخفية في العراق هي الآن الأقوى من الحكومة، وهي من سمحت بوجود مخازن الأسلحة الإيرانية في محيط وداخل المناطق السكنية في بغداد وغيرها، وهذه المخازن هي التي قصفتها الطائرات الصهيونية. وأكد بأن حكومة عبد المهدي لا تملك أي معلومات أو تفاصيل عن هذه المخازن. طبعا كما معروف بأن مخازن السلاح التابعة لميليشيا الحشد، إن كان في مدينة آمرلي ومعسكر الصقر في الدورة جنوبي بغداد، تعرضت لقصف صهيوني وفق اعترافات زعماء الميليشيات وعدد من التقارير الغربية والصهيونية. واليوم لجنة الدفاع البرلمانية أكدت بأن يعني قاعدة الصقر في بغداد تعرضت من قبل طائرات صهيونية. معنا اتصال زيد من بغداد، تفضل زيد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني يجدد الحديث حول الدولة العميقة وسيطرتها على البلد، وأن الحكومة هي فقط يعني ديكور أو شاكلة، ومن يقف وراءها هو من يتحكم بمصير البلد. رأيك؟ والله يا أستاذ عمر، إحنا علوش نتعجب من هذا الشيء. هو كبيرهم عادل عبد المهدي كان جندي بدر، وكان يقتل هو ميليشيا بالأصل، وهي هاي الدولة صفت للميليشيات والكل مرتزق من الإيرانيين والصهاينة، وهم دولة مأمورين جميع الحكومة. نعم. مخيرين، ليس مخيرين بل مسيرين. مسيرين، مسير وليس مخير. يا أستاذ عمر، الدولة العميقة هي اللي رادتها إيران على هذا الشيء، على نهج الحرس الثوري. نعم. وأرادوا إلغاء الجيش ومنظومة الجيش واستبداله بالحرس الثوري الجديد، وهو على رأسهم الحشد الشعبي. نعم. يا أستاذ عمر، والعراق يمشي في منحدر سيء وخطير للغاية. احنا احشفك على الخدمات اللي بالعراق حتى، اللي خصوصا بالاطراف. نعم. احنا تدري كهربا يعني ما تجينا ساعة، وقلب النهار كله ساعة واحدة والله هذا الحر اللاعب. هاي في بغداد؟ والله يا استاذ بالاطراف. نعم. بغداد لا نوعا ما افضل، يعني في قلب العاصمة افضل، انما بالاطراف احنا معدمين. والله يا أستاذ عمار، يعني من سيء إلى أسوأ، أعمال متوقفة، فقر، بطالة، كل الأمور السيئة موجودة بالعراق. نعم. الفساد، أحكي لك على الفساد. نعم. يعني الرشوة والسرقة قدام الدولة عيني عيني. نعم. في الشارع يوقف يسلب وما حد يحاسبه، الدولة واقفة، المرور يباوع، النجدة تباوع، مجرد يعني لابس له ملبس، والله أني الهيئة الفلانية أني كذا، ويتسلبون بالمواطنين تسليب علني. الدولة تقول له روح بوك، روح اسرق، روح خذ حقك بالبوج من المواطن. إلا المواطن هاي سيطرات، سيطرات المن تابعة؟ هاي السيطرات هاي تابعة للنقل الخاص، هاي الاستثمار ما في جراجات. نعم. استثمار من قبل مدنيين، فيقفون بالشارع تسليب أعلني، أبو التاكسي أبو الباص، هاي جميعا ذولا يسرقوهم عيني عيني. نعم. من غير وصل، من غير جباية، يأخذ مجرد يجي عيني عيني، يجي الوراء من الدفع، ما ينطي وصل دفع، يجي الوراء عم يأخذ. وهاي الدولة عبارة عن سراق وحرامية من كبيرهم إلى أصغر موظف في الدولة. نعم. أنا أشكرك أبو زيد من بغداد، كان معنا اتصال. أبو حسن من بابل، تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ حياك الله، يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. شلون كيفك، شلون أحوالك؟ الحمد لله بخير، تفضل. يا با انت طلعت لنا شغلة أخرى كارثة، هاي صار هالأسبوع. قاموا يجيبون الناس اللي 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 بالشيوعة، ما أدري وين، بين 62 متوفين، وبين 63 متوفين، وبين 64 متوفين، واللي يسمونهم سياسيين معدومين، أولادهم لحد الدرجة الرابعة، يعينون فيهم هسه، والمقطوعة إيده والمقطوعة رجله، وإحنا أولادنا قاعد. وحتى يأخذون المتقاعدين يأخذون رواتب الشهر الخامس، أخذوه شهر هذا صار المال يا بعيدين الموظفين، وهسه الناس مقلوبة، العراق كله مقلوبة. تعال انت ابوك سياسي كان بال 61 مشارك، انت ابوك معدوم بال 62 محكوم، كان بال 61 ناس متوفية، حتى يدزون على الناس كلها، والله شو يصير انتخابات عندهم. يعني ذولا يحتسبوهم يعني لهم مظلومية، وإنهم كانوا معارضين سياسيين. إيه مظلومية، تعال عيش. نعم. شو اسمهم؟ شطهم رواتب. وإحنا ما عندك واحد، أنا أحكي لك عند أخوه من خالتي معدوم. بس استحي يا راجل. نعم. والله استحي يا راجل.
زين هسه العراق مظلوم، احنا ماكو عمي ماكو حكومه ولاكو دوله ولاكو عراق ولاكو دنيا. نعم هسه تركض الناس جايه تركض معاملاتها وتركض. انت ابوك انسجن من 63 شيوعي ما ادري شنو، تعال اولادي واولادي اولادي تعالوا تعينوا. انت بال 91 جاي مسجون لك اسبوع، انت مسجون لك يومين بال 91، تعال جيب اولادك واولاد اولادك. واحنا ما كنتش ماكو. نعم هسه هاي الجديده الشغله الجديده، هسه العراق كله العراق انقلب قلاب. نعم شكرا جزيلا لوقتك. أنا أشكرك. لا بالعكس أنا أشكرك أبو حسن من بابل. أتحدث على موضوع السجناء السياسيين يعني قبل حتى ما يجي حزب البعث يستلم السلطة في العراق. نعم والجماعة لما يتكلم الخريج يقول له عمي أنا أريد تعيين بكافة الاختصاصات هندسة وغير هندسة، يقول له والله أنا ما عندي ميزانية ما عندي ميزانية. أبو قيس تفضل. أبو قيس من كربلاء تفضل. ابو قيس عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا حياك الله يا هلا بيك. اهلا وسهلا. الله يسلمك يا هلا بيك. الله والديك والديك الله يخليك. سلام عليكم. الله يسلمك. شلونك حبيبي؟ خير تفضل. سلام عليكم. اسمعك عيني. وعليكم السلام عزيزي. تفضل. والله والديك. والله يا اخي عمار ملينا 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 ملينا. نعم يشهد الله ملينا من هذول البلاوشية الحرامية اللي ما يخافون الله الظلمونة. ملينا من عدهم ملينا والله العظيم ملينا. حكومة إيرانية وليس عراقية. بس نصل التلفزيون أبو قيس. الله يخليك أبو قيس. بل نصل التلفزيون الأخير. تسمعني حبيبي؟ نصيل التلفزيون وحشي على راحتك. والله يا ابو عمر نصيل يا التلفزيون للاخير. نعم والله والله ضيم شايفين ما شايف احد. الله وكيلك ولا شايفين هيك ضيم حتى انا وجدادنا وقرايبنا واهلنا ما شايفين هيك ضيم من الحكومه الفاشله الزفره الجايفه الحقيقه. الوضع بكربلاء شلونه؟ خلينا نحكي من ناحيه الخدمات ابو قيس. والله يا والله يا اخوي الخدمات جايفه وما تبيت وكل شيء ماكو متولي عليها العجمان. الله وكيلك الله وكيلك محمد كبيرك. والله ملينا من نظافه كهرباء شوارع مجاري. والله والله حال الضيم حال الكهرباء وحال الضيم حال الشوارع وحال الضيم حال المجاري. نعم الله وكيلك كل شيء ماكو يشهد هو علي بن ابي طالب عليه السلام. زين ابو قيس يعني هم الجماعه صار لهم 16 سنه ما شاء الله ما مقصرين يعني. تجي ميزانيه ياكلوها تجي ميزانيه ثانيه ياكلوها. اي بعد معروف الله وكيلك وين ما جاري يقول لك. زين كربلاء كربلاء المقدسه بها الامام الحسين عليه السلام يعني هاي وضعها؟ هذا وضعها. ولو شوف وضعها والله العظيم تقول ذولا يحجون لك بالاسلام بس هم الله وكيلك لا يعرفون ذريه من الاسلام ما يعرفون. الله وكيلك ذريه من الاسلام ما يعرفون. لا حول ولا قوه. الله وكيلك ظلام وكفار والله الله ذبهم علينا طرقاعه ونعل على ابو امريكا جابتهم علينا. الله يعينكم الله يعينكم حبيبي. سمع الله. أنا أشكرك أبو قيس من كربلاء كان معنا. مصطفى السيد من مصر تفضل. مصطفى أيوة. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. نحيي حضرتك ونحيي أهالينا الأبطال في جميع المحافظات العراقية المقاومين للاستعمار الأمريكي الإيراني الصهيوني المشترك بعصاباته وميليشياته وتنظيماته، وندين هذا العمل البربري الهمجي والقتل العمد المتعمد لشعبنا والأهلينا والعروبتنا والتاريخنا. ندين هؤلاء القتلة بأشد الإدانات ونندد ونطالب محكمة الجنايات بفتح أبوابها عشان العصابة قريبا قريبا هتوصل لمحكمة الجنايات. أما سيدي بالنسبة لعصابة الاستعمار وعصابة الجواسيس أخوانا اللي ما عندهمش شرف أصلا بصراع سياسة على السلطة وهم أصلا لا عندهم سلطة ولا عندهم شرعية ولا عندهم والله ما هم عارفين هم فين يا سيدي. اقسم لك بالله تايهين. اللي سكران واللي مبرشم واللي بيهدم واللي بيقتل واللي بيسرق واللي فاجر دين نصاب يدعو للقتل وللفتن. يا عمي اقسم لك بالله اللي اعترفهم اصلا والله يعني عيب حتى على كرامتك يعني احترم نفسك كده. حتى العالم بيسخر مننا وبيضحك علينا. عمي صح النوم
عم صح النوم الشعوب كلها بتتحرر والدول بتتحرر واحنا لسه في دين الامم. عم صح النوم العنصريه مش هتبني وطن، والقتل والدمار والنهب صح النوم. الشعوب بتاكل من المزابل. اصحى يا ابويا الوطن هينباع وهننطرد من اوطاننا وهويتنا هتتنزع ومش هيبقى لنا قيمه. صح النوم يا بشر، صح النوم يا عم عادل عبد المهدي. روح يا عم اقعد في بيتك يا عمي، روح اقعد في بيتك وسيب الشعب يختار اللي يمثله يا عم وريحنا، ريحنا قتلت البشر يا خونا يا جبنا. والله العظيم مصيركم الى محكمه الجنايات قريبا، قريبا هيصفوكم الامريكان وهيصفوا قيادات الحج وعصاباتهم كلها وهيموتوك. هو كده اللي يرجع للمستعمر مصيره كده، كل اللي يرجع للمستعمر لازم اخي مصطفى اللي خلص عليه. نعم هو وانا اشكر حضرتك جدا. لا بالعكس، هو لو مو الامريكان احنا نشوف هذه الاشكال. انا اشكرك اخي مصطفى السيد من مصر، معنا اتصال نجاح من بغداد، تفضل نجاح. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بك، تفضل. انا احكي على الواقع العام. نعم تفضل. اللي يدور بينا بالبلد. نعم. يعني لا خدمه، لا صحه، لا تعليم، لا تطور، لا بناء. يعني الدهور من 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 وضع الوضع اتعس. وما كان هذا حلمنا احنا ولا كنا بهذا المستوى. يعني اللي جو انا اعتب على الامريكان، هم جو بينقذونا على اعتبار احنا مظلومين، على اعتبار احنا مضطهدين. شنو اللي صار؟ شنو اللي قدموا لنا اياه؟ احنا ما مخلينا شماعه فلان وفلان، هذول هم اللي اختاروهم وهم اللي جابوهم وهم اللي يدعموهم، هم اللي قدموا لنا الايران بطلق من فضه او ذهب. نعم. احنا نعتب عليهم، يعني ما يصير احنا لازم نتكاتف كلنا الشعب، اذا ما عندنا دوله او حكومه تقوم بينا وتراعي مشاعرنا وتراعي يعني تراعينا احنا كشعب كمواطنين، يعني احنا وين ما نروح احنا ما عندنا اي حقوق باي بلد، وبعدنا ايضا ما عندنا اي حقوق. فاللي ما يطلع شوك تبيده ما حد يطلع لنا. اذا نتكاتف احنا كشعب ويعني نكسر هذا الطوق اللي احنا مقيدين ومكبلين فيه، من راح ينصرنا؟ كل من يقول يا روح هذا يصح كعكه وهذا يصح كيكه وهذا يصح احنا بدنا ناخذ وهذا الك حصه وهذا الي حصه، والشعب ديموت ديعان، لا تعليم لا تطور. كل سنه اللي تمر نعم نرجع اللي ورا اللي ورا اللي ورا، لا تعليم لا صحه لا اول لا ثاني. على موضوع الصحة أختي نجاح، على موضوع الصحة اليوم انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، مرضى الكلى يريد يغسلون واقفين سرة، طبعا حتى مقاعد يقعدون عليها ماكو، قليلة جدا، وبحسب ما تم الحديث عنه أنه حاطين الجماعة بالمستشفى عامل من بنغلاديش حتى عربي ما يعرف يتكلم، والنوب الإشكالية أنه يعني 15 سرير لكل 10,000 مريض من مرضى الكلى. زين احنا من 2003 لغايه الان اسالك بالله، لا مستشفى لغسيل الكلى، لا مستشفى لمرضى السرطان، لا عيادات تخصصيه لاهل السكر، يعني الموضوع اوفر ما معقول. بلد مباح، اي مباح، بلد مباح ابويا. نعم. كل من يجي انا اتذكر اجيت من الامارات هناك شكت برنامج او ما اعرف لقطات، اكو جندي امريكي يصيح علي بابا، شنو كانت علي بابا ما كنت اعرف. رجعت بال 2005 للعراق وانا ليه الثاني قاعد ابين اطلع من بلدي. نعم. انا عن بلد ما اروح انا بغير بلد، فاجيت اشوف الوضع. علي بابا علي بابا يعني سويناكم حراميه او خليناكم يبقوكم او باي اي فكره هم، انا اعتب عليهم هم اللي يجتمعون. نعم. هم دمروا الشعب. نعم. هم دمرونا ورجعونا قرن ليوا. احنا ما نسمح، احنا دوله ايها كيان، دوله وادي الرافدين، احنا دوله عريقه، احنا عراق عريقين والله العظيم. كنت امشي الامارات واروح وصديقات شيخات من وين ومن يمكم من جيرانكم، مو جيران كبيت، كدوله يشوفونا شو مثقفين شلون محترمين، شلون محترمين نفسنا، شلون حتى بلندن بالمانيا بال 83 اصلا يتعجبون علينا، يتعجبون على العراقيين، بس ما خلونا يعني شوه صورتنا. بعدين اقول لك يا اخوي اذا ماكو قانون باي دوله، اذا ماكو قانون ما تخرب، لاكو امان ولاكو استقرار ولاكو تعليم ولاكو صحه ولاكو كل شيء، ما يجوز اي شيء يبقى هو بالقانون. نعم. أنا أشكرك أختي نجاح من بغداد، كانت معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل.
لا فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ أهلا وسهلا بك. بارك الله تحية لك وتحية للغناء للكادر الغناء. أهلا وسهلا. وتحية للإخوان المتصلين من العراق ومن خارج العراق. بالنسبة لما يتعرض إلى العراق من أعمال إجرامية فهي فوضى خلابة وميليشيات والجرائم، ووضع العراق نحن عتبنا على المجتمع الدولي والهيئات المنظمات الدولية لكشف حقائق ما يجري بالعراق من جرائم، يعني جرائم عند اللاجئين الإنساني، جرائم منظمة، والعراق فلا دولة يتكلم كما ليس لا وزير داخلية ولا رئيس برلمان يتكلم عن أنه هذه الجرائم ليست طيبة. وزير هو يستخر، أين وزير الداخلية؟ أين مدير الأمن؟ البلد البلد في فوضى عارمة. نعم. ولا بد من تدخل بالعراق لإنقاذ الشعب العراقي من هالمجرمين القتلة أتباع إيران. وتحيلت حياك الله أبو فيصل من السعودية كان معنا. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول أخي عمر مو كافي على الشعب يتفرج على هاي المسرحية، مصارة ملية ملح. يقول أكو دولة بالكون سيرها عصابات وعمايم، وين العقول وين الأساتذة؟ أنت سامع قاتل وسارق يصير، هي هاي دولة لو علوة. يقول رسالة يقول فيها السلام عليكم، يعني عبد المهدي عندما قال بأن الطائرات الأمريكية ما تطير إلا بعلم الحكومة العراقية، يعني أنه يقول بأن العراق السيادة على السماء. لو كان عبد المهدي كما يقول حسام النعيمي وطني ويحرص على سيادة العراق لكان منع الجنود الأمريكان من التجول في العراق في الأرض وفي السماء، كان منع إيران من أن تؤسس مصانع الأسلحة في العراق. يقول حكومة مثل البالون بس منفوخة ولكن فارغة، والأمريكان والإيرانيين يلعبون بها. رسالة أخرى يقول فيها أبو علي من بغداد، يقول نادرة هي الحالات التي يستطيع فيها المواطن العراقي أن يخترق نظام المحاصصة السياسي والطائفي ويجد له موطئ قدم في ملكات الدولة بدون منا من أحد. فالقاصي والداني يعلم بأن الجمهورية العراقية مقسمة عموديا وأفقيا على شكل حصص موزعة بدقة على جميع من بيدهم الحل والربط في البلد، سواء كانوا زعماء كبار أو وزراء أو نواب أو سياسيين محليين أو مسؤولين أحزاب. معنا اتصال أبو أحمد بالأنبار، فضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كيفك أخي العزيز؟ حياك الله يا أهلا بك. أهلا وسهلا. قال لي حيا الله يبارك فيك. يا أهلا بك تفضل. بالنسبة للموضوع الحلقة اليوم، موضوع الفساد، موضوع يعني نعم اليوم الجماعة صار لهم كم يوم طبعا، وكالعادة كل فترة تلقاهم يهدون بالتصريحات، ومرة لا ترتفع التصريحات، يتهمون حكومة عادل عبد المهدي بالفشل وبأن الدولة العميقة هي من تدير العراق، وموضوع الفساد وموضوع مجلس مكافحة الفساد ما سوى شيء. ومع العلم يعني هم الجماعة اللي دي يحشون لا تلقى مثلا هو مسؤول كتلة وعنده وزراء وعنده نواب بداخل الحكومة، وهو اللي رشح وهو اللي وافق على عادل عبد المهدي. فيعني تصريحات من أناس تطلع هذه التصريحات، وهم بنفس الوقت متهمون بالفساد ومتهمون بالمحاصصة. نعم والله يعني أنت يعني شلون واحد يقول شلون يبدي الموضوع؟ هو موضوع، هو إذا أكو فساد فهو أصلاً أكو، هو الفساد الرئيسي هو الحكومة، يعني رأس الفساد. نعم. هو الحكومة، من رئيس وزراء رئيس جمهورية كل يعني بدون استثناء. يعني إذا يتكلمون يقول إحنا على قولتنا يقول يحمون، من يحمون يقوم يحشون. نعم. يعني هاي الحماوة تجيهم من إيران. يعني أنت شوف دائما تصريحاتهم تلقاهم متخاذلة متواطئة، دائما تلقاهم متغيبين عن الحقيقة، دائما يعني منعزلين. فهم يعني يعني شوفهم موضوع الفساد يجي احنا بدينا نتحرك على موضوع الفساد، هنا هناك سياسيين فاسدين، هناك وزراء فاسدين، هناك شركات، هناك من يعني يتحولون منا اخير مطاف ماكو اي تحرك واي شلون نقول تصرف حقيقي او تحرك حقيقي على الارض. هنا هو الامر يقول ليش ايه يعني الواحد غير يحاسب روحه قبل لا يحاسب غيره. يعني
يعني يصير طبيب على الناس وهو يراد العلاج. إذن احنا في المتاهة وهي فساد بري بحري جوي شلون نقولها. فهو من يحكي ثانيا يقول على حكومة وجزء من البرلمان وما شاء الله مسيطر يعني عندي بكل مكان عندي منصب، واجي والله انه انا والله اتحدث انه الحكومة ضعيفة. لو مثلا يطلع مثلا عمار الحكيم يقول لك والله احنا تيار الحكمة صار تيار معارض، واحنا اصلا بالعراق ما عندنا معارضة، احنا الجماعة كل من ياخذ حصته يتفقون بالبداية كل من له حصته ومع السلامة وقاعد بمكانه. فهاي التصريحات وهاي البيانات يعني 16 سنة يعني حتى الطفل بالعراق افتهم الشغلة وعرفه انه ضحك على الذقون وانه الموضوع كله مسرحية بمسرحية. فعلي على من يضحكون الجماعة؟ والله يضحكون على ارواحهم هم، لان هم يعني مجرد هي مسرحيه يعني تشوفها يعني مسرحيه تمثيليه كلها، كل من علي دور يعني كل من يجي دور تدري انت المسرحيه فصول، فصل الاول والثاني والفصل الرابع يعني ثالث الرابع، فالفصول وراها اجزاء. فهذول دا يبدون هيك ويا الشعب يعني يضحكون على الذغون على قولتك انت. يعني عمار الحكيم ليش هو عمار الحكيم؟ منين عمار الحكيم؟ جاينا من الهند. لو عمار الحكيم هو من ضمن الحكومه من ضمن الاحزاب الفازه اللي جابت الويلات للشعب وجابت الضيم والقهر والفقر وكل الامور اللي الفازه بالارض هم جابوها. هم من يحكي على عادل عبد المهدي؟ ليش هو عادل عبد المهدي؟ من اللي خلاه؟ من اللي خلاه عبد المهدي رئيس وزراء؟ ومن اللي نصبه؟ غير هم الكتل اللي اتفقت على هذا الشخص بانه عبد المهدي يكون اليوم على قناه لا. عراقيه يقولون الوزراء رئيس الوزراء يقر 4 قوانين بعد غياب 6 شهور ماخذ راحه على راحته يعني يعني لين وين كان يا شباب؟ وين كنت انت؟ ثانيا اخويا احنا خصم الكلام نعم اخويا، هاي ماكو فايده، ماكو اصلا ماكو علاج ولا اكو نتيجه، حل ماكو. انا اعطيك اياه، خلي يحكي فساد، خلي يحاسبون، خلي يحسنون. ليش هم اللي سجنوهم وينهم؟ ايش كم واحد سجنوه ووين هسه؟ مو كلهم طلعوا؟ مو كل القضايا في الفرج عن فلان، فرج عن فلان لانه يعني عدم اثبات عليه؟ يا ابو العد من الفاسد؟ انا الفاسد؟ انا الابوك؟ الشعب دا يبوك؟ بس شعب نايم. هو الشعب اذا ما تحرك، ما يتحرك البرلماني يا اخي العزيز. يعني احنا نريد من الشعب ياخذ قراره كافي عادي. يعني هاي 15 سنه والله ظل يضحكون على الذقون اللي ما يوعدون. ذولا فاسدين ويبقون فاسدين، واللي وراهم يجون فاسدين اذا ما ينشلعون قلع. يعني ما نقول على قوله المعتز الصدر، لان هو حالهم شلع قلع. نعم، انا اشكرك ابو احمد من الرمادي، كان معنا اتصال ابو طه من فنلندا. تفضل ابو طه. ابو طه تسمعني؟ الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك حبيبي. حياك الله يا اهلا بك. نوضح حظكم اليوم على البناء والاعمار. شلون؟ نعم، نوضح حظكم اليوم على الاعمار والبناء. نعم، احنا لا بدنا نتكلم على 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 صراع الكتل السياسيه والاتهامات فيما بيناتها واتهام الحكومه وانه هناك دوله عميقه. وبالفعل طبعا معروف انه الكتل السياسيه والميليشيات هي اللي مسيطره على الدوله. نعم، الكتل الحراميه مو الكتل. نعم، الكتل الحراميه دولة. نعم عمي، دولة ناس مأجورين من ايران وناس مو جايين يخدمون البلد، ناس جايين يمصون دم الشعب ويمصون دم البلد ويترسون جيوبهم وعماراتهم وقصورهم بالاتحاد الاوروبي ودول الخليج وبامريكا، وشعب العراقي يضربونهم امر مخدره كل فتره، طقوهم امر التخدير خدر كل ما تصير مظاهرات خدروهم. نعم، هذه حكومه تعبانه، دولة مجموعة لصوص حرامية، ماكو بيهم واحد جاي يخدم بنا. يعني الشرط إيه من جاي إذا تخلي لك أي واحد هنا هسه موجودين بأوروبا هم القراش اللي يعتبرونهم ما عندهم بلد، يعني مش كل بلد هم موجودين. نعم، الرومانية القراش، إذا جيب لك واحد قرشي روماني يحكم العراق
احسن من هذول الحصار الموجودين. نعم. او تجيب لك واحد من الكويليه حشاكل عندنا موجودين بالعراق اللي بالجنوب، هذول بدون هويه مكتوب بالهويه مالتهم دول بدون معرفه. لا بدون يا مري، يعني الناس بشر لا 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 نعم يجون يحكمون بالعراق اخير من دور الحصاله لان اشرف منهم. نعم. أنا أشكرك أبو طه من فنلندا كان معنا. خلونا نشوف أحد مع الأسف صور الفشل في العراق. طبعا ما كما معروف أنه العراق احتضن بطولة كأس غرب آسيا في محافظة كربلاء، طبعا خسر العراق، البحرين فازت بالبطولة، كانت اللعبة النهائية بين العراق والبحرين، البحرين فازت 1-0. البحرين استلمت، منتخب البحرين استلم الكاس، بس الكاس مع الأسف انكسر. خلونا نشوف المقطع ونرجع نسولف لكم قصة الكاس. يعني مع الأسف هاي أحد صور فشل إدارة بطولة يسلمون المنتخب الفائز كاس مكسور. طبعا الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي أنه هذا الكاس تم إحالته إلى أحد المقاولين، وكان المبلغ يمكن يوصل إلى 100,000 دولار أو أكثر، وهذا المقاول باع إلى مقاول ثاني، ما وصلت إلى حداد كما يقال والله أعلم إلى 10,000 دولار، وسوى الحداد شلون ما كان وسلم للجماعة، وبعد المنتخب البحرين استوي تم استلمه وانكسرت وحدة من اليدات مالته. هذا أحد أوجه الفشل اللي مع الأسف اللي نشوفه ونشوفه يوميا في العراق. يعني دولة ما قدرت تسوي لها كاس مضبوط، شلون راح تدير بلد؟ والله ما أعرف. الموضوع الآخر طبعا هم شغل مواقع التواصل الاجتماعي، رحلة جاية من اسطنبول إلى بغداد، شركة أور كما تم يعني تداول على مواقع التواصل الاجتماعي. الطيارة ظلت ساعة كاملة تفتر مطار اسطنبول بها عطل فني، وهناك من تحدث بأنه خلف هذه الطائرة كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية. حذر قائد الطائرة العراقي وقال له هناك نيران مشتعلة بالمحرك. طبعا هذا الأمر يعني أثار الكثير من الخوف والهلع بين صفوف المسافرين العراقيين. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. بابا لا تعوفون واحد واحدة الكل تمشي، حياتنا بخطر. يلا حياتنا بخطر، عيني فتح الباب. خلل بالطيارة بالمحرك ويريدون يقلعون بينا. الناس خايفة. طبعا احنا عرضنا هالمقطعين اليوم يعني حتى نقول بالفعل انه الدولة العميقة بالعراق هي المسيطرة، ولا ما معقولة انه انت كل يومية طالع الجماعة ان كان في الصحة ولا في الكهرباء ولا في النقل كل الخدمات اللي موجودة في البلد. احنا يوميا نشوف يعني نشوف مقطع ومقطعين يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا اللي طبعا تم تصويره، هناك من يقول ما خفي كان اعظم. يعني اصبحت او اصبح يعني حياة العراقي أقل شيء تفكر به الدولة. هاي المفروض هذه الحادثة لو بأضعف دولة دول العالم الثالث كان طلع رئيس الوزراء أو المتحدث باسم رئاسة الحكومة وقال لك الدولة تقف
على هذه الحادثة وتشكيل لجنة تحقيقية وإلى آخره. ما معقول أنه إحنا كل سياسي يبوق من البلد ويسوي له شركة طيران ويعذب الناس المسافرين. يعني هذا تم كشفه، يعني يا سمح الله أنه بالأيام القادمة إذا الجماعة ما داروا بال الموضوع ربما يا سمح الله إن شاء الله الله ما يقولها، يعني تروح حياة مئات الناس مسافرين. هي على أساس الناس رايحة تونس وعطلة الصيف تجيها طيارة تعبان من هالطيارات، طبعا إذا مملوك لهاي الشركة تلقاها مثلا مؤجرة وأصلا طالع عن الخدمة. نعم، معنا اتصال. نعم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن موضوع الدولة العميقة في العراق والصراع ما بين الكتل السياسية والاتهامات الموجهة إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالفشل. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.